أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وآخرهم الحبيب المصطفى. أما بعد، معشر الفاضلين والفاضلات، عنوان هذه الكلمة: في وداع البلد الأمين. كل شيء جاءت بدايته فقد دنت نهايته، وقد كانت رحلتنا إلى خير البقاع رحلة طيبة مثمرة إن شاء الله. مرت كلمح البصر أو هو أقرب. 5 أيام بجوار المصطفى في مسجده ومرقده عليه الصلاة والسلام، و10 أيام في جوار رب العزة جل وعلا في أكناف بيته، وإزالة لكل التباس، فقد أشركتكم أحبتي في جوانب من هذه الرحلة اعتزازا بكم، وأعوذ بالله من الرياء والسمعة. والآن وقد دنا الرحيل من هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا بلد التجارة مع الله تعالى، يقصده التاجر اللبيب الذي وفقه الله تعالى ليتاجر، والتجارة هنا رابحة بدون شك، بل إنها أكثر ربحا من أي تجارة. ومن أكرم من الله سبحانه وتعالى يعطي هنا 100,000 درجة عن كل عمل، عن كل عمل. فالصلاة 100,000، والعمرة كذلك، والطواف كذلك، والصدقة كذلك، والصيام كذلك، والصلاة على الجنازة، وهكذا كل عمل عمل. فأسأل الله تعالى أن لا يجعل هذا آخر عهدنا بهذا البيت، وأما والدي فأسأل الله أن يرحمهما كما ربياني صغيرا، وأما أولادنا فهم السبب بعد توفيق الله تعالى في هذه الرحلة الميمونة، إذ آثرونا على أنفسهم. فاللهم اغمرهم بالرضا، واقض لهم كل مأرب، واهد أولادهم، وأصلح أحوالهم. وما بقية أفراد العائلة وكل الأصدقاء والمعارف، فقد كلفني بعضهم بتبليغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعلت إجمالا أو تفصيلا، كما طلب مني بعضهم تخصيصه بالدعاء، فأقول والله الشاهد والمعين: اللهم اجعل سعادتنا في مناجاتك، واجبر خواطرنا برحمتك وهداك، وانعم علينا في الدارين برحمتك ورضاك. اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم موتانا، واحفظ أحبتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا رب العالمين، بشرنا بما يسرنا، وابعد عنا ما يضرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اكتب زيارة هذا البيت لكل مسلم حاجا
ومعتمرا، وأدم بقاء هذا البيت ورفعته يا رب العالمين. مولانا أمير بلادنا، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، وأعطه اللهم من العافية ما يعينه على مهمته الجسيمة في خدمة المواطنين وتنمية الوطن. اللهم ارحم الأموات واشف المرضى وارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والعناء يا رب. فيا رب يا من على شأنه ونال خلائقه فضله، أحاط بمن قد برى علمه وآنس كل الورى قربه، أنل عبدك العفو وارأف به ولا تخزه إدنا حينه. وصل اللهم وسلم على نبع الهدى وخير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وعترته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.